ماتش في استاد الغربان سجل باستمرار. حذاري من الكرات العرضية. فريق هذا ثلاثة تتحط الكرة المازامبي يلعب الكرة عن طريق أوشايا. أوشايا يعمل الكروس. أوشايا خطيرة ومرت من الطرف للفريق الكونغولي عن طريق وسط الميدان. جون أوشايا من اليسار. جون أوشايا فهم برشا مساحات. رد بالك من سونتراج يلعب الكرة يوزع كرة خطيرة أخرى. كرة عن طريق أنيس البدري. يمشي أنيس البدري. أنيس البدري يعمل توسيعة. ترجع كرة بدري والكرة للترجي الرياضي. لابد الترجي يحاول هجوميا. شالبش المركيو يرجع بالكوم وفي فاول اعتراض. لا الحكم يقول لعب لعب يا كوم. والكرة ترجع مرة أخرى خطيرة الكرة الفريق الكونغولي. محاولة التسديد خطيرة والدفاع وترجع كرة ترجي. ترجع الكرة عن طريق جون أوشايا. يلعب جون أوشايا التوزيع خطيرة والدفاع سلامات على الكرة الثابتة. معاناة الترجي في آخر يرجع للديبي مازامبي. مباراة طبعا على فترات تمشي كرة على اليمين يتقدم الهجوم البلالي ما يكملش معاه. العرضية خطيرة والركنية من مسكيني لكوليبالي وهدف لليعقوبي. شكون يريحنا الان؟ تمشي كرة ملعبة طويلة وبعيدة ضربة مرمى ليكبوهو. ترجع كرة للترجي الرياضي. الهجوم والتقدم كرة ممتازة. يمشي بالكرة التسديدة والحارس يخرج كرة. ترجع كرة للترجي الرياضي التونسي. يلعب الكرة مرة أخرى بالراس وركنية جديدة. الترجي في ركنية اثناء في استاد الغربان. تمشي كرة ملعبة للترجي لعلى فاخير. العب الكرة على القائم الثاني. على القائم الثاني كرة فيها لمس يد. فيها لمس يد. هيا 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 كرة عن طريق يوسف البلايلي. يلعب كرة يوسف البلايلي. يا الله يا الله كم كانت قريبة لغدر الغربان. خطيرة واحدة اثنين. الدفاع والكرة صعبة والعرضية توصل للعرضية. خطيرة خطيرة يا ستار. صعبة جدا عن طريق تريزور. تريزور والرأسية والدفاع. امشي يوسف امشي يوسف. عندي يوسف البلايلي. يوسف البلايلي شوت شوت. الكرة ما تعداش والكرة ترجع مازامبي. رد بالك من الكونتر اتاك. ترجع الكرة عن طريق رقم 23 إليا. إليا إليا واحد يقدم له. إليا إليا عرضية والحارس يتألق. معز مشرفية أول بار. من وينو كوم وينو كولي والكرة ترجع. صعب على المسكيني. يمشي بالكرة إليا. إليا خارج كرة. حذاري حذاري والدفاع. مباراة الكرة ترجع كونغولية. كرة لمازيمبي. سينكالا سينكالا يلعب الكرة طويلة ملعوبة بالراس خطيرة والحارس والكرة فيها تسلل. كل والكرة ترجع عن طريق الهجوم الكونغولي. محاولة المراوغة محاولة الدخول والتوزيع ومعز تريزور بوتو. ورا من تريزور سينكالا. ورا من سينكالا. سينكالا ويخرج معز مشرفية خلاها سي متر. بيكا يلعبوا كرة قصيرة. حذير باش يهز على اليسار باش يهز على اليسار. واحد يفيق مسكين اش تعمل. وكرة خطيرة خطيرة يا ستار والحارس بن شريفية يبدع. بن التوزيع والكرة الطويلة. حذاري بالراس ترجع معز مشرفية. والكرة ترجع الكرة توبيسون ضغط رهيب. يرجع بالكرة بعد الإسعاف بن محمد. كرة صعبة جدا لفريق مازامبي. خطيرة هي العرضية والراسية سينكالا خطير جدا هذا اللاعب الزامبي. سينكالا يسما بيكو والكرة ترجع من شامو. شامو شالالي شالالي بالراس. لعب إليا إليا يلعب الكرة واحدة اثنين خطيرة. يدخل منطقة الجزاء وكرة صعبة وشوطة باش تجي والدفاع يتصدى من الأولى ما يدورش. ترجع اليمين يسما بيكو. يسما يرجع غيلان والكرة وسط الميدان. فماش خطأ. حذاري الكرة جديدة من الفريق الكونغولي وبعيدة. والكرة تمشي عن طريق إليا. إليا ممتاز هذا اللاعب خطير جدا. والكرة تمشي بتوسيعة خطيرة. ترجع من الدفاع مرة أولى ومرة ثانية. والكرة أنيس البدري يلعب كرة والطلعة المسكيني. مسكيني يهرب المسكيني. سانتر يا مسكيني ويني بالراس. الكرة ترجع من الدفاع يضرب الكرة أنيس البدري يرجع. والكرة ترجع مرة أخرى بيتانو. ترجع مرة أخرى كونغولية بين مالانجو. بين مالانجو في الشوط في الشوط. لا حل اللعب على الأطراف. والكرة ترجع مرة أخرى كونغولية. صعبة العرضية ومرت فريق الكونغو عن طريق اللعب. ميتشي يوزع كرة مرة أخرى خطيرة. الكنترول يلف ويدور الحارس. أبدع معز إليا يلعب كرة للفريق الكونغولي. إليا يوزع كرة والحارس معز مشرفية. ترجع كرة وما فما شيء وكرة صعبة ومرت سليمة مرة أخرى على دفاع. دقيقة خاصة في الشوط الثاني وكرة من مازيمبي طويلة ملعوبة صعبة جدا ومن بين العارضة يخرجها معز مرة أولى والكرة السليمة مرة ثانية.
ترجع الكرة عن طريق سينكالا. سينكالا الكرة في الانطلاق الهجومي لفريق مازبي، محاولة عرضية ومرت السلامات. مونديكو حط الكرة، ميتشي ترجع الكرة يسمن بيكو، بيكو يلعب كرة وبالراس والحارس. هي الدقائق الحاسمة، كرة ترجع للترجي الإعدادي، هيثم لوكوزا، لوكوزا، لوكوزا يشوت والكرة تمشي ضربة مرمى ل ترجع الكرة، محاولة للتوزيع خطيرة.